قل صفاقس هي قطب اقتصادي واجتماعي كبير، ما خداش حظه من قبل الثورة، ويظهر لي بعد الثورة مازال شوية حقه. معناتها برشا أطراف يقول احنا حقنا مهضوم في صفاقس، مازلنا نعيشوا في التهميش، مازالت عندنا بنية تحتية تعبة، مازال عندنا نقل تاعب، تأخير، نحنا بلاد تنتج، فما نحبوش نتعطلوا. وين وصلت صفاقس؟ أنا من صفاقس وبكل صدق من غير مجاملة أنا أقول اللي طاقة العمل اللي موجودة في صفاقس والاجتهاد اللي فيها والازدهار الاقتصادي اللي حصل فيها ما واكبوش تطور في العمران وفي النقل وفي البنية التحتية وفي الخدمات يليق بجهة صفاقس. هذاك علاش صفاقس تحس روحها تخدم برشا وتقدم برشا للبلاد، ولكن في المقابل الخدمات المتوفرة لها خدمات دون المطلوب بكثير، وهذا مظهر مظهر المظلمة اللي تعرضت لها صفاقس. فهذا تاريخ يعرفوه الناس كل وعاشوه الناس كل. احنا بالنسبة للنقل معناتها ثم حركية اقتصادية قوية في صفاقس، ولكن ما واكبتهاش البنية الأساسية وما واكبتهاش البنية نتاع النقل. إضافة إلى أن النقل كي تطور في جهة صفاقس تطور بطريقة مش منظمة، وهذا أحدث من بعد مشاكل وتعقيدات حتى في حلنا المشاكل هذه مش سهل، وخاصة في النقل البري عن طريق النقل العمومي والنقل الفردي. احنا في الوضعية هذه شنو هي الضغوطات الموجودة؟ صفاقس بالنسبة لنا احنا عاصمة في النقل. علاش؟ لأن فيها الميناء، فيها المطار، فيها السكك الحديدية، فيها النقل الجماعي عبر الحافلة وعبر السيارة وبما في ذلك التاكسي واللواج ونقليفي، وباش يولي فيها إن شاء الله المترو. فعندها كل المؤهلات باش تكون عاصمة في النقل ويكون النقل فيها متطور، بينما واضحة الآن ما يقولش هذا. احنا باش نقولوا ثم حافلات ناقصة، ثم تأخير، ثم اكتظاظ، ثم مشاكل، هذه الكل يعرفوه التوانسة في صفاقس وفي غير صفاقس. احنا باش نجم نقدموا يلزمنا نجاوبوا على زوز اسئله. علاش احنا عندنا الوضع هذا؟ وصلنا للوضع هذا؟ وشنو هي الاجراءات اللي بدينا ناخذوها باش نخرجوا من الوضع هذا؟ احنا عندنا تفسير وعندنا اجراءات. التفسير الاساسي هو انه صفاقس اكثر معدل فيها اكثر من الولايات الجمهوريه الكل، لان احنا الوضع في العام بلاد يقول 70% النقل معناتها بالسياره الفرديه و30% فقط بالنقل العمومي. هذا خلل كبير عندنا، يعني عندنا اكثر تلوث، اكثر اختناق في حركه المرور، اكثر استهلاك للوقود، اكثر ثقل نتاع قروض على العائله التونسيه، اكثر اعباء على الميزانيه التونسيه، وفي المقابل النقد الجماعي ضعيف، ماناش لاهين به، مش قاعد يقدم في الخدمات اللازمه، وخاصه هو يخدم في فئات الاغلبيه نتاع المجتمع التونسي بما في ذلك الزياده على كلام ذوي الطلب. الخلل اللي حصل لنا هذايا وراه سياسه وراه اختيارات. هذاك علاش احنا عملنا تصحيح في الاختيارات هذه. الناس اللي كانوا يحكموا قبل الثوره كانوا بالنسبه لهم مركزين على السياره، لانه شركات النقل نتاع السيارات وبيعان السيارات كان هذا لوبي تبعهم. واضح. فهمني؟ فخلاو السكك الحديديه والقطارات 30 سنه ما بدلوهمش، خلاو الحافلات ما تتشريش رغم تتبرمج في الميزانيات، ولقينا رواحنا احنا كي دخلنا للوزاره عندنا حافلات من 2007 و8 و9 لازمنا نشريوهم رغم اللي كانوا مبرمجين، ولقينا انه من 2010 ل 2013 كي جينا نحسبوا في البلاد الكل وجزء من صفاقس عندنا نقص ب 1339 حافله. النقص هذا اش باش يترجم؟ يترجم تاخير، اكتظاظ، توتر، اقلق الى اخر ذلك. وهذا اللي كان توا يحكي عليه سي عبد الرزاق نزيو المدير تاع شركه فالاختيار كان غلط. احنا صححنا الاختيار باش نوليو نعيد الاعتبار للنقل الجماعي، للحافله، للمترو، للقطار والتاكسي الجماعي الى غير ذلك، الاختيار. ثانيا على مستوى البنيه الاساسيه، احنا زاد كذلك نحتاجوا المحطات، نحتاجوا معناتها المسالك تمشي فيها الحافلات والقطارات والمترو. خاصه المسالك باش نحيو مشكله، خاطر اذا باش نعتبروا الحافله كيما السياره تمشي بنفس النسق وتاخذ في نفس البقايع وما عندهاش خصوصيات لا في المحطه لا في الممرات لا في الوقت، اليوم ما نحقوش المردود المطلوب بالطبيعه. اضافه الى انه احنا داخلين على مشروع كبير في صفاقس اللي باش يغير وجه صفاقس والبنيه التحتيه فيها، وباش يكون فيه ارتباط بالحافله وبالسكك الحديديه وبالمطار وكذا، اللي هو المترو نتاع صفاقس اللي باش يكون فيه خطوط، والخطوط هذيك لازمها تكون مترابطه وفي اتجاهات معينه، وهذا ان شاء الله غدوه عندنا ندوه باش اعلاميه واستشاريه للمجتمع المدني والاهالينا في صفاقس باش نتحدثوا حول المشروع هذا. فهذا كله باش يغير البنيه التحتيه
وبنية النقل. الأسطول